السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا. رمضان عدى بسرعة جدا، محدش حس بيه، الحمد لله. بقى كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يا رب، وربنا يسعد قلوبنا كلنا ويرضينا ويرضينا. هنعمل بقى الكفر، الركنة هنفرشه مع بعض، عشان في ناس كتير قوي على فكرة يعني بتشتري الكفرات اللي هي الجاهزة دي وما بتعرفش تفرشها. انا لما اشتريته من الشركة وجيت فرشته كده وبعدين عملت الفيديو ووديته وبعته لهم وكده، ما بقوش مصدقين ان انا فرشته كده يعني بكل سهولة كده، وشكله حلو ومش باين منه وديفوهات. وتاني حاجة بقى، لو اصلا عادلة كده، انت المفروض ان انت تحطيها عدل يعني. يعني بصوا يعني ليه قصة يعني هي ايه، مربعة كده الواحد ما ياخدش باله اللي هي ليها قصة، لكن لا، هو في خط اهو، خط هنا اهو، دي بيبقى ورا في الظهر. فاحنا هنمسكها كده وايه، وهنلبسها كده، هنقول بسم الله. نمسكها بقى من النص كده، نلبسها كده، والخط ده هنخليه على هنا، الخط ده هنخليه هنا كده. كنت عامله المقاس ده كبير لانه هو كان مصنع، ما كانش حد يعني ايه، ما كانش جاهز يعني، مصنع انا مديله المقاسات، فقال المصنع بيعمله اكبر من المقاس بتاع الركنه ده، فانا عملته كبير ومش مشكله، كل ده بيدخل هنا في الجوانب هنا وبيبقى شكله حلو. الخط بقى هو على الحز ده كده، على حرف الركنه، وبعدين بننزل الاستك ده، الاستك ده بنلبسه في الرجل من تحت، والناحية التانية برضه. نسيت الشلتة بتاعت الركنة، هحط الشلتة الأول. احط برضو كده تحت الرجل، شفتوا بقى الحركة دي، هي دي الحركة اللي عجبتهم بقى، يعني ايه الحتة دي كده بدخلها كده ما بخليهاش باينة. ابدأ بقى اظبط كده وادخل في الرجلين بتاعت الحاجات دي بقى المفروض ان انا بثبت بيها الركنه، بس ايه انا هحطها في الاخر، لان عامله برضو هحط حاجه فوق فوق الكفر كده وبعدين هثبتها بيها. تشوفوها معايا حاجه برضو اختراع برضو من القماش اللي هو الفرو اللي احنا عملنا منه ايه، كفر كفر السجاده ده. دي بقى المقبر، مش كده دي بقى أسهل كده عشان نحط النص.
انا عماله اقول لك. طب ما تقولي يا مات. انا عماله اقول لك اللي انا لما سمعتيه انا كنت نفسي بقى اعمل شلته سمراء لدي عشان اعملها كده واحط دي كده كده اسهل. بس انا برضو عملت اختراع بس ان شاء الله ليه كده كل ده عشان تسوي كده مش عارفه بجد مش عارفه اجمع ليه تعبت قوي يا نزل النهارده. يا ابني ما انا ما حطيتهاش برضه ليه؟ انتي بتكملي برضه انا مرتين كلمي كويس سهله سهله كلمي كلمي كوستا ايه؟ الالوان كلمي كوستا كده بعد ما عملت الكفر وبقى الشكل الكفر بتاع السجادة وده كده هيحافظ لي على الكفر علشان لونه ابيض في اسود. كل الفكرة عجبتكم استنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.
انا جايبه منه الوان تانية عشان اعمل برضو ايه لون جميل قوي هيليق على الكفر بتاع الركن. استنوني فيديو جديد وفكره جديده. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.